في عدن حملة نظافة من تنفيذ صندوق النظافة والتحسين تستهدف مواقع موبوءة في المحافظة، حملة جاءت بعد إعلان السلطات المحلية تسجيل 10 حالات وفاة بحمى الضنك وإصابة العشرات خلال أسابيع فقط من شهر مارس الماضي. وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية قال في تصريحات صحفية إن تدهور الوضع البيئي الناتج عن طفح مياه المجاري في شوارع وأحياء المحافظة وتراكم النفايات السبب الرئيس لانتشار البعوض الناقل لمرض حمى الضنك. الحملة هذه أجت أيضا ونحن أيضا عندما أعلنت الأخوة في مكتب الصحة ولجنة الطوارئ أن هناك بؤر موجودة في كل في أغلب المواقع تم نزول في هذه المواقع، والحمد لله أن هذه الحملة جت أيضا وصادفت هذا المرض الذي أعلن عليه مكتب الصحة اللي هو حمى الضنك والاستهال المائي الحاد. هي محاولة للحد من انتشاره بعدما خاوف من موجة جديدة للمرض، لكن الوضع الموبوء قد يتسبب بكارثة صحية كبيرة، أمر يتطلب تحركاً أكثر جدية لمكافحة المرض تماماً، بدءاً من حملات التقصي الحشري في المناطق المتضررة إلى توفير الأدوية والمحاليل الطبية اللازمة للمستشفيات والمختبرات. في العاصمة المؤقتة يقف المواطنون بين خوفهم من تكرار مأساة الضنك عام 2015 التي تسببت بمقتل المئات حينها، وسؤال اليوم متى تتعافى مدينتهم؟